ما في ولا مبلغ ولا مصاري مهما كانوا ولمين ما كانوا كمان بيستاهلوا انك تضحي بحالك كرمالهم. المصاري تجي وبتروح يا ابني، بس الروح اذا راحت ما بتعود ترجع ابدا. فهمت علي؟ بلا معلم. حياتك ما تدير ظهرك لحدا الا اذا كان لك اربع عيون براسك من وراه لحتى تشوف هالحدا كتير منيح. بعدين ليش حتى تدير ظهرك لإله؟ لحتى تقله تفضل ضربني سكيني بنص خسرتي؟ ما تدير ظهرك حتى لابنك أو لخيك، فكيف إذا كان عدوك؟ فهمت علي؟ بارح شفت منام. شو هو هالمنام؟ شفت عطية بمنامي وشفت طاهر كمان. ما بعرف الهيئة، أنا رح واجه مشكلة كتير كبيرة. شو هي هالمشكلة؟ الوكيل السيد صابر فردوس ابن حشمت، موضوع الوكالة مراجعة المديريات الحكومية والبلديات وشركات التأمين والنقابات ومتابعة كافة الشؤون الإدارية والتنفيذية والقضائية. مش الحال. انت خد تاكسي ورجع وجيب سيارتك وروح فيها، وانا لازم امشي. شكرا كتير يا حاج. مع السلامة. هلأ انا صار لازم روح، بس بكرة رح اتأخر. خاطرة. مع السلامة يا حاج. وكالة عامة؟ عامة يعني إلك الحق بكل شيء؟ يعني إلي حق بكل شيء. إذا بدي ببيعهم بتبرع فيهم بحرقهم كمان، يعني إلي حق بكل شيء. وهلأ صارت كل أموال وأملاك بيك لإلك، وهلأ صرت أنت فردوس الكبير، أنت وبس. تفضل. شو هيدا كله؟ يعني لو أخدته على فندق سبع نجوم ما كانت الفاتورة طلعت هالقد. طيب المرة الجاية إذا أكل ساطور بخسرته خده على فندق سبع نجوم. حلو والله، جوابك على راس لسانك. عد لقلك. مظبوطين؟ ايه مظبوطين. سيد أفلاكي. نعم معلم. أنا عملت وكالة عامة لصابر. نعم. لحتى يتابع معاملات البلدية والتأمين والضرائب. نعم. بس أنت ضل اتصل فيي على طول. حاضر. وضلك متابع الموضوع. طيب معلم. ما بدي يصير مشاكل من أي نوع. من عيني. ليك. نعم. شوف الحسابات تبع الفلاحين كمان. حاضر معلم. إذا في حدا بقي له حساب معنا سكر له حسابه دغري. حاضر. تعرف الناس متضايقة أو بحاجة. حاضر. الحمد لله اللي هيك مش أكبر. إن شاء الله بتتحسن.
يحيي الله لطفي. الحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا برجعتك. رحنا بسلامتك. كثير فرحنا انك رجعت. الحمد لله على السلامة يا مجد. نحن كثير مبسوطين بوجودك بيننا. مع قلبك شر ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. ايه تعذب شوي حرام. شو هالعجقة؟ شو عم بيصير تحت؟ شو راجع من الجبهة؟ كل واحد على شغله يلا. حاضر حاضر معلم حاضر. يا ولد طلع لفوق عايزك. كيف صرت هلا؟ كثير منيح معلم شكرا. عم تتوجع شيء؟ مش كثير معلم. عود. ليك ما تخلوه يحمل شيء تقيل منشان جرحه ما يفتح ابدا. حاضر معلم. ما بيني شيء يا معلم، هي اشتغل. ليك نعم معلم. لكن شو علمتك الست الوالدة؟ قلي. كل شيء علمتني. كل شيء؟ ليش ما علمتك مثلا ما تقاطع الناس الكبار هنو عم يحكوا معك حديث؟ عم قلك ممنوع ترفع شيء تقيل ونقطع السطر، فهمت؟ مثل ما بدك معلم. هيك بدي اياك. هيدا الشوفير ملايري ايمتى رايح على الحج؟ القافلة تبعهم رح تمشي الأسبوع الجاي. تعرف الشوفرة؟ يعني السواقة؟ اللي هيدا مضروب على راسه شي؟ ما بعرف يا معلم. شوفرة هي السواقة والسواقة هي الشوفرة. بدها شغل سؤال يعني؟ ما تواخذني معلم. هلأ بتعرف ولا لا؟ بعرف. معك دفتر سواقة؟ ايه معلم. روح قول للشوفير يجي لهون بسرعة. حاضر معلم. انت شاب منيح يا ابني، بس كنت رح تكون احسن لو كان عندك اب جدع وقد حاله فوق راسك. بيي كان رجال جدع وقد حاله، صحيح انا ما شفته لأنه هو يتوفى لما انصار الزلزال. الله يرحم ترابه. بس أمي بتقلي أنه هو كان زلمة قد حاله. إيه يمكن كان. أكيد هو كان. أكيد كان. معلم إجا الشوفير. مرحبا يا معلم. يخلي لي اياك معلم، انا تحت امرك. اهلا فيك. الله يخلي لي اياك على راسي. ليك مرني، امتى مسافر على الحج؟ باذن الله مسافر يوم الثلاثة اللي جاي. الله يسلمك. كم يوم رح تبقى هونيك؟ بظن لشي 20 يوم يا معلم. بالسلامة ان شاء الله. لبين ما حضرتك ترجع رح يحل هالخبير محلك. على راسي يا معلم، نحن تحت أمرك، شو ما بتأمر بيصير. أعطيه المفاتيح. حاضر. تفضل. هيدول هن المفاتيح. يسلموا إيديك. ليك. نعم يا معلم. ما تنسى تدعي لنا. رح أدعي لك يا معلم ما تعتل هم أبدا. الله لا يحرمنا من أفضالك وخيراتك يا معلمنا. تأمرني بأي شيء يا معلم؟ الله معك. يخلي لي إياك بخاطرك. يلا خدون. Thank you.
ما تحمله، ما تحمله أنت. أيسر، أيسر، أنا باخده يا معلم. وين مقبور هيدا الولد؟ خليه أنا بحمله. ناولني لقلك، خليني ساعدك شوي، ما في داعي لأعمال البطولة وخسرتك مضروبة. مرحبا أنيس، كيفك؟ مرحبا. حطه هون حبيبي، يلا. أيسر، أيسر. نعم معلم، مرحبا. أهلين، خد هيدولي على المطبخ يلا يا. حاضر. محمد. نعم معلم. أنت حط المفتاح بالسيارة وروح، تعرف ترجع معها؟ أكيد معلم. مع السلامة. الله يسلمك. أنا؟ بدك مني شيء؟ كهشو؟ تليفون؟ تليفون؟ هيدي أمي، هيدي أمي أنا. إيه ماما سناء، رد عليها؟ ماشي رح رد عليها هلا. مرحبا ماما. ماشي ماما سناء، صوتي؟ لا تعبان شوي. حاضر، بتريدي مني شيء؟ يخلي لي اياكي. خاطري، ماشي، مع السلامة. يا صبي، يا خبير، يا خبير. نعم معلم. ليك ما في داعي تروح، الصبايا بدهم يروحوا يشتروا شوية أغراض، روح وديهم وجيبهم بسرعة. حاضر عراسي. نعم. شوفي يا أنيس، شوفي أنيس، هيدا شاب منيح، بس شو بدي قلك، طايش شوي يعني، ما تخافي. طيب انت مثل الأطفال الصغار اللي مبلشين يتعلموا الحكي، بتضلي بتعيدي بنفس الحكي على طول يا بنتي. وين المرضى تبعها؟ خليها تجي لهون، لازم تدير بال عليها، مش تروح تنقبر بالمطبخ على طق الحنك مع الطباخين. ست نور يا جدو، عاوزك تعي شوي. مرحبا. عن اذنك، بخاطرك. بخاطرك جدو. نعم معلم. اسمعي، اذا كان في حدا داير باله بهالبيت انا اللي داير بالي بس. مرحبا، مرحبا. مش انت اللي لازم تديري بالك عليها مثلا؟ بلا معلم. معناتها يا ست بتضلك ملزق فيها وما بتتركيها، فهمتي؟ حاضر. شوفي شو بيه؟ اسمع لقلك، انطر شوي، نزلي من السيارة. نعم معلم. وهلا افتح لهم الباب لحتى يطلعوا. وهلا سكروا. اسمع. نعم معلم.
إذا بدك تشتغل شغلات كبيرة بالمستقبل لازم تشتغل الشغلات الصغيرة على 24 إيراد، يعني الشغل ما بيعرف كبير وصغير. كنت كناس بتكنس منيح، إن كنت حارس لازم تحرس منيح، إن كنت شوفير كمان بتسوق منيح. أنت غلطت غلطة، حطيتك ليلى بالحراسة، حرك عليك كرشك كرمال حبتين بطاطا مشويين وسببت لحالك مشكلة كتير كبيرة. من هلأ ورايح رح دير بالي عليك لحتى تشتغل كل شغلك على 24. من اليوم ورايح لازم تعرف انت مين. من اليوم ورايح اعتبر حالك انت شوفير هالعيلة. اي عيلة؟ انا وابني وكنتي وحفيداتي. تشتغلهم مثل ما بتشتغل لي إلي كمان. وقت بتحترمني لازم تحترمهم إلهم كمان، مثل ما بتفتح الباب لإلي لازم تفتح الباب لإلهم كمان. فهمت علي؟ ايه فهمت معلم. مع السلامة. بس أنا. بس أنت شو؟ ولا شي معلم. يلا مع السلامة. شو إيش بيك؟ شو في؟ ليش عم تساوي هيك؟ عطيتيها الأدوية تبعها؟ هلا رح أعطيها. يلا روحي جيبيهم لشوف شو عم تساوي هون. شو صار بالشركة اللي كنت عم تشتغل مدير عام فيها؟ فلست؟ لا غيرت شغلة. لحتى تجي وتصير مفتاح الرنج عن جدي. ايه؟ رعنا شو؟ تركي بحاله. ليه؟ خلينا عم نحكي مع بعض. ما تزعجي بقى. ازعجو؟ ما بظن فيي ازعج هيك واحد. اللي بيترك شغل المدير العام بشركة منتجات بحرية وبالاسم الدولي كمان وبيجي لحتى يصير شوفير عن جدي، ما بظن انه هيك حكي ممكن انه يزعجه. مزبوط. طيب وشو بدك فيه انت؟ ركب حاله ولا شي. قلي لشوف. عم بحكي معك يا مدير. نعم يا ست. انت مش من يلي بفسدوا على الواحد صح؟ على اساس تخدنا وتجيبنا انت شغلة 20 يوم؟ يعني انا ما بدي بابا يعرف وين عم نروح وين عم نجي، مع مين عم نروح مع مين عم نجي، وين عم تطلعنا وين عم تنزلنا. انا ماني موظف عند بيكن. بس اذا سالني المعلم فردوس شي ما فيي كذب عليه. قال ما في كذب عليه. تعي حليها بقى. شو بدي اعمل فيك انا؟ ايه رعنا شو؟ سكت دقيقه لحتى اشوف شو عم يقول هيدا. شو حاطط لنا تحري يعني؟ طيب الشوفير القديم اخذ عطله ورايح على مكه، قام جدو عطى السياره كم يوم لهالشاب. طيب مش قديش عم بحكي معك يا حضرة المدير؟ قديش؟ خلص بقى خلص. قديش شو يا ست؟ حق القفل. بدي تركب قفل قوي كتير ومنيح على تمك. قديش رعنا؟ ايه خلص بقى. حاجة توزي لي بيدا. انت التانية خليني اعرف كيف بدي اتصرف معه. منك شايفة شو عم يقول؟ عم يقول ما رح يخبر بابا بشي. بس رح يخبر جده. قال إذا في حال سأل. وجده بتعرفيه ما رح يسأل. يا حضرة المدير دير بالك كتير منيح. إذا إجا على بالك شي مرة تغرد مثل البلبل وتكتر حكي رح تشوف شي ما بيعجبك. فهمت؟ يا سيد ما تواخذنا. شكل أخت اليوم ضايق خلقها شوي. ما تزعل منا. أخ منك.
واحد من المعالم السياحية الأشهر في كالستان، أكبر برج طوبي في العالم، برج كامبات كاوس في مدينة كامبات كاوس. ولكن ماذا حدث له حتى مرحبا يا أستاذ. أهلا بالسيد رودباري. مفتاح الغرفة 34 لو سمحت. حاضر. لقد صمد هذا المعلم الأثري التاريخي تفضل لفترات طويلة. شكرا. عبر التاريخ. سيد رودباري بدك شيء فنجان شاي؟ لا شكرا. تصبح على خير. من وأنت من أهله والسرق. البائع السيدة ثناء رودباري بنت علي رضا، مواليد 1971، رقم دفتر النفوس 143. المشتري السيد الحاج محمد فضلي ابن نقي، مواليد 1943. موضوع المعاملة 4 حصص من أصل 6 حصص من محل تجاري. رقم السجل 45 فرعي من 31 أصلي بمساحة 86 متر مربع، بيستعمل بالوقت الحالي على شكل مطعم، وقد تم نقل ملكية حصتين منه حسب السند رقم 343215 إلى السيدة شوكة محمد بور. ست رودباري تفضلي امضي. ست شوكة حبيبتي، قليلي ليش عم تبكي؟ هلأ صار عندك حصتين بالمطعم، صارت مسؤوليتك أكبر، لهيك لازم تكوني مبسوطة كتير. شو بدي ساوي بالمطعم بلك أنت؟ كان الجنة تبعي وقت اللي كنت توقفي فوق راسي، وقت اللي ما بدل هيك الله عوضك بطفلين بياخدوا العقل. أنت وجوزك صار عندكن ولدين مثل القمر. طيب وانت شو بدي ساوي بالك انت؟ لازم تعرفي انه الولد بيعوض عن كل شيء. وقت اللي بيكون عندك ولد بتنسي كل شيء ناقصك. وقت اللي بيكون عندك ولد رح تنبسطي كتير، رح يوجعك راسك، رح تجن من خوفك عليه، رح تتحملي مرضه وتقعدي حده وتتحملي شيطنته. بس الولد نعمة من الله وكتير بخلي الواحد مبسوط. وهلأ اتحكي مثل الأول لحتى انبسط أنا. هيك بديك. ألف مبروك لألي يا حاج، مبروك عليك أنت كمان، إن شاء الله بتتهنى فيه أنت وعيلتك. يا بنتي رضا الله هو الأهم، بعدين رضاك انت. الله يبارك فيك يا بنتي. انا راضيه والله يرزقنا رضا الله علينا. وين لازم امضي يا استاذ؟
بظن انه هو اللي اجا. مرحبا. اهلين. مرحبا. وين امي؟ راسها عم يوجع. يعني ما رح تجي؟ قلت لك راسها عم يوجع. الحاج نادري بي العروس. وين لازم وقع؟ تفضل هون اذا سمحت. انت خلص مشي حالك، والعريس والعروس رح يمضوا بعد ما نقرا العقد. الجهاز الموجود بهديك الغرفة بعده إليك، فيك تاخديه. أمك ناطرتك. أنت عملت اللي عليك وزيادة طاهر. كنت مبسوطة كتير معك. عن جد كنت مبسوطة. كنت مبسوطة كتير معك طاهر. قديش بتمنى يلتقى شي كاتب روايات لحتى يكتب قصة حبنا وعشقنا وحياتنا وزواجنا كمان. خلص أنا بكتبها. بعد تحمل الكثير من الآلام والعديد من المشاكل والخلافات العائلية تزوج هذان الاثنان. تمكنا من الزواج بعد أن قامت عائلتهما بكعرهما من المنزل بطردهما، وقد كان الرجل عاطلاً عن العمل بشكل كامل. أما المرأة فلم تكن تتقن أعمال المنزل، ولم يكن مع الرجل أكثر من 3500 تومان في جيبه. أصلاً ما في داعي للطناجر والغاز كرمال الأكل. رح أطبخ لزوجي وحبيبي أكل على نار المحبة والعشاء. عن جد؟ وكيف بقى؟ أي متى اكتشفت أول مرة أنك بتحبني؟ ما بعرف. شو يعني ما بعرف؟ أنت قلت لي أنك بتحبني. إيه بس ما بعرف أيمتى. أصلاً هيدا الحب من أول نظرة، هيدا اللي ترك الدنيا كلها وصار متيم وهيك شغلات. ما بعرف شو بدي أقول. تصوري مثلاً بنت كتير حلوة بدها 100 شغلة تانية غير الشكل لحتى أن تكون. ما تتهرب من السؤال، جاوبني أيمتى أول مرة؟ أول مرة جيت وكنت مفكر أنه عرسك وكنت حامل معي باقة ورد، تتذكري؟ هيديك أول مرة؟ لا، وقت اللي فتحت الباب أنت ما طلعتي بعيوني ولا تطليعة، وأنا كنت وقتها عم بحكي وطيتي راسك لتحت وما كنت تطلعي فيي. قلت لحالي شو هالبنت الخجولة هيدي. بعدين ما بعرف شو قلت، ما عدت أتذكر. حمروا خدودك وطيتي راسك. قلت لحالي شو هالبنت المقدمة. ووقتها كتير عجبتني شخصيتي. مين؟ مرحبا، كيفن مرتي وابني؟ تفضل. ستايش مرحبا، وينك؟ جاي جاي. شو عم تعملي عندك؟ يا أهلا. مرحبا. مرحبا. شو بك؟ انت وقعتي على وجهك شي؟ لا، ليش عم تسأل؟ خدك هيدا صار لونه أحمر ما بعرف كيف، والتاني كيف بدي قلك؟ قلت لي أحمر؟ خدي هيدا أحمر؟ قولي علي شو مجدوبة. الله يخدني على هالهبلة اللي فيها. ستايش إذا
الزوج العاطل هو اللي بيفكر انه مرته واقعه على وجهها لما تظبط حالها. شوف طاهر، اسمعني، بدي اقول لك شغله. بعرف انك عم تشتغل كرمالي من الصبح للمساء، وبعرف انك عم تتعب وتشقى كرمالي. وشو كمان؟ وبعرف انك تركت عائلتك كرمالي وكرمال تبقى معي، بس لازم تتذكر انه تقول لي مره واحده بالنهار انك بتحبني. عم تسمعني شو عم بقول لك؟ ايه، بس انت صاير لك شيء؟ ما في مره كانت مبسوطه مع جوزها مثلي انا. بدي اولادنا ينبسطوا بحياتهم مثل ما كنا نحن يا طاهر. الصعوبات موجوده على طول وبتواجه مين ما كان. كانت الدنيا كتير حلوة معك يا طاهر، كتير حلوة. بدي ولادنا يعيشوا حياتهم مثل ما نحن عشناها. ما بدي يتحسروا على شيء أبدا. أنا ناوية أعمل حفلة كتب كتاب لبنتنا ما حدا بيحلم فيها بالدنيا. مرحبا حبيبتي نازغول. اسمعيني مني، بدي اياكي تتصلي بمحسن وتقولي له اني قررت تكون حفله كتب الكتاب بالنص من شعبان. ايه عن جد. وكمان بدي اياكي تقولي له يفتش على اوتيل فخم كرمال نعمل الحفله تبعيتي. ايه ماما عن جد. نازغول حبيبتي، قولي لبيت عمك انه يعزموا قد ما بدهم ضيوف. اهلا وسهلا بالكل يا امي. يلا روحي اتصلي فيه. الو تقبرني يا ابني. مرحبا يا عمري، وينك انت؟ اسمعني محمد، اتصلت لحتى اقول لك انه انا واختك جايين على طهران بعد كم يوم. ايه عن جد، رح نجي ونبقى عطول. قلي لها شوف في دواء اعطيك اياه انت واختك مشان ما تبقوا تقولوا عن جد عن جد. ايه يا ماما، ايه انت بس امري ونحن مننفذ. ما رح اامركم، بنبسط وقت اللي بتقولوا لي عن جد. روح دير بالك على حالك. بتريدي مني شيء؟ مع السلامة. الله معك. العمى هالحظ، تعا صلحها بقى. طيب يا أمي، هلأ وقت ما جيتكن على طهران، إذا جيتي وشفت ابنك عم يشتغل كناس وشوفير، شو رح بتقولي؟ شو رح بيصير فيك؟ أنا بعرف إنه كل الحق على نازغول. لو ما تجوزت نازغول هلا يعني كان رح ينقرض نسل البشر شيء؟ ما كان رح ينقرض يا عمي، ما كان رح بيصير شيء. كان رح يصير شيء؟ لا اكيد. هلا شغلي هلا. بعد بدك مي شيء كرمال تنظف السيارة؟ شو؟ شو بدي ساوي بالمي؟ يا ريت لو في شغلة اغرق فيها، انقبر فيها. أنا رح فرجي بابا. بابا عم عيط لك، عم تسمعني؟ هيدا الشاب وقح كتير، وقح وقليل التربية كمان. ليك على طول بيطلع فينا بالمراية. طيب الواحد ما في ياخد راحته كمان؟ خلص ما رح يبقى كتير، رح قله لجدي. بابا هو ما رح يرجع لبعد 20 يوم، وعلى أساس هيدا ياخدنا ويجيبنا. بعدين أنا ما بعرف دخلك وين هالغيري كلها اللي بيحكي عنها جده.
كيف بيأمن علينا بإيد شاب عمره بس 20 سنة؟ شو رح تقول الناس؟ أنا بخجل من رفقاتي بالجامعة، عمل لي حاله كمال أجسام وعيون زاغة، ما إلي وجه أصلاً أحكي كل شيء. قولي لي لشوف، حكاكي شيء؟ طبعاً، وإذا منعطي وجه بيحكي أكتر. طيب ماشي، رح قلو لبابا يزعبني. أصلاً أحسن شيء ما نخليه يجي لهون على البيت، مش هيك؟ كتير منيح. شو قصة رجع جنة من جديد؟ ماما شو صار؟ فابر شوفي منيح اللي جيت بابا، الظاهر هالولد مش رح يمرقها على خير. فهمني شو بدي بالولد أنا؟ هي شو بها هلأ؟ شو بك يا أنيس؟ شوفي قولي قولي عمهلك 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 روقي 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 هني حالك شوي يا أنيس. طولي بالك. وحدة منكم تجي لهون. ماما. يا ست نوري. روقي ماما. يا ست نوري. وين معبورة أنت التانية؟ يلا يلا تعي لهون. نعم معلم. يا ولد تعا. نعم معلم. روح جيب الدكتور اللي عيته براس الشارع. عجل ما تضيع وقت يا صبي. تحرك لشوف. ماشي معلم حاضر حاضر. وين الدواء تبعه؟ وين الدواء؟ بعتقد إنها بلشت تتحسن. حطي هيدي الإبرة بالسيروم لو سمحت. لا خليه شغال هلا. دكتور؟ نعم. ليك؟ تفضل. شو صار يعني؟ كل يوم عم تصير أسوأ من التاني. يبدو إنها عم بتعاني من ضغط عصبي. إذا سمحتوا جيبوا لها هيدا دواء بأسرع وقت ممكن. تفضل، وراح أكتب لها هون دواء تاني. يسلموا ديتك. ولو تكرم. مهم تجيبوا لها الدواء بأسرع وقت ممكن. ماشي. يا نوري نوري وينك يا نوري؟ نعم معلم. عايت لمحمد خليه يجي ياخذ الوصفة على الصيدلية ويجيب الدواء. حاضر. مش أحسن إذا أخذناها على المستشفى؟ لا برأيي ما في داعي للمستشفى، حاليا كل شيء مستقر. مرحبا. مرحبا. أهلا. محمد. نعم معلم. روح على الصيدلية وجيب هالأدوية للست أنيس. حاضر معلم. انطور لقلك انطور. نعم معلم. عن إذنك بالإذن. Thank you.
ست شرازي سبقيني على عيادي وهلا بلحق، وخدي معك هيدي الشنطة لو سمحت. من أيمتى عم تشتغل عند السيد فردوس؟ مش من زمان. من أيمتى بتعرف كنتو هيدي المرة المريضة؟ ما شفتها إلا كم مرة بالبيت. طيب خبرني شو في بينك وبين هيدي المرة المريضة؟ بالأساس أنا ما بعرفها، يمكن مش شايفها أربع مرات على بعضه. شي غريب، وقت اللي بتشوفك تضطرب كتير. اليوم الصبح وقت اللي فت على الغرفة قلبك كان رح يطلع من بين ضلوعك. ما بعرف شو هي القصة، يمكن انت عم بتذكرها بشي شغلي او بتتصور شي حدا تاني. على كل حال الافضل ما تبقى حدا ابدا، الاضطراب الزايد ممكن يسبب للوفاة. بدي استأذن هلا. عن جد؟ شو عم بيصير بهذا البيت؟